الزغاريد دي جايه منين يا ترى؟ عند عدوله. تمام، الصوت جاي من عندها. احب شوشو، دي واحده من اخوات عدوله البنات اتخطبت. الف مبروك يا رولا يا حبيبتي. انا مش مصدقه نفسي من عزم الفرح. بالراحه عليا يا جماعه، وقولوا قبل عدوله تبطل زغاريد، لسه متاكدناش النتيجه ما اتعلقتش. انتي مش مصدقاني؟ بقول لك شفت الكشوف بعيني وهينزلوهم بكره الصبح، وجبت لك التقديرات كمان. بتقول ايه يا حسني؟ جبت لي التقديرات بجد؟ وفي جيبي هنا. خص عليك وسكت. عقبال عندكم جميعا، اختي رولا نجحت وخدت البكالوريوس. الف مبروك يا حبيبتي. مبروك، عقبال فرحها وفرح اخواتها. عقبالك انت كمان يا عدوله. تعيشي يا خالته ام فتحي، ما هي دي ليلتي وهو ده فرحي. شربات رول عندي عدوله يكون عندك حالا يا الف نهار ابيض. مبروك. تعيش وتسلم يا سيد الرجاله. زغراته يا حبايب. امتياز ومرتبه شرف. الحمد لله يا رب. ايه العبقريه دي كلها؟ احلى واشطر بنت في الغوريه كلها. لا مش في الغوريه وبس، دفعتها مليانه بنات من كل حي، من مصر الجديده للزمالك لجاردن سيتي لشبرا للسيده. يعني رولا احلى واشطر بنت في مصر كلها. ميرسي يا حسن، وشك حلو عليا. تعالي يا بنت في حضني، انا لسه ما لحقتش ابارك لك. مبروك. الفضل ليك يا اختي، انت اللي عملتي كل حاجه. لا يا رولا يا حبيبتي، انت اللي ذاكرتي وسرت الليالي ومققت عينيكي وتعبتي. ابدا، كل ده ما كانش هيحصل لولاكي. لولاكي كان زماني انا واخواتي دايرين في حواري الغوريه، بنبيع لب ولبان وبراجيت الست ونبوت الغفير. وبعدين بقى، امال لو ما كانتش ناجحه كنتوا عملتوا ايه؟ مساء الفل يا استاذ مديح. المؤاخذه فين عدوله؟ اهلا يا استاذ عمار، واقف عندك ليه؟ اتفضل يا اخويا. لا مؤاخذه، اتفضل. ورق شاشه، خش يلا حط الكرتونه هنا. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا يا اسطى. الف الف مبروك يا مزمزيل فريال. الله يبارك فيك. ده انت شرفتينا ورفعت راسنا كلنا. شكرا. وتعب نفسك ليه بس يا اسطى؟ وانا اتعب لعز منكم يا ست الكل. يا ريت كنت اقدر اعمل حاجه بصحيح، انما بقى الغاوي نقط بطاقيته. عموما سي حسن يمسي ويبارك، بيقول شارع دوادار النهارده لازم يسهر الذي فرحان بنجاح المزمزيل في ريال. الفراش هيجي في ظرف الساعه ينصب شادر، هيبقى فرح. انما ايه؟ امال فرح كده وكده هلا؟ ايه شايفني بهزر معاك؟ انا بقول بس عشان الوقت يا سي حسن. ماله الوقت يا اخويا؟ انا في نص ساعه هوصل لغايه شارع محمد علي، هستقضلك فرقه من هناك. لا ما تشغلش بالك وخليها عليا انا. يا ولا يا ابو الجدعان، وبعدين انت مش بتغني؟ يعني ليك سكك مع الالاتيه والمزيكاتيه والعالم دول؟ طبعا، وهعمل لك برنامج ما حصلش يا سي حسن. يا ولا بتاع البرنامج، بقول لك ايه، ذوق عجلك انت، عايز ليله ما حصلتش قبل كده في الغوريه. هيحصل. كله تمام يا ابو علي. تشكر يا اسطى. خش بقى خالي ارشد، شوف ده النحاس الجديد اللي انت رزتني بيه ده. ماله ده النحاس؟ مالك يا ده رضا؟ شكرا يا ابو علي. متشكر عليها يا باشمهندس. مش لازم نعمل معاك واجب ونرفع راسك قدام الجو؟ ايوه بس متهيألي ده كتير. مش كتير ولا حاجه، ومش كتير على عدوله بالذات. اصل بصراحه ربنا بقى، انا مش عامل الليله دي لا علشان رولا ولا عشان خاطرك. انا بصراحه كده عاملها عشان عدوله. طبعا عدوله انسانه مكافحه وطيبه. مش بس يا حسني، عدوله اكبر من كده بكتير. عدوله دي اخر حته في الصنف اللي خلص وما عادش منه، زي حاجات كتير بنتلفت حوالينا دلوقتي ما نلاقيهاش، زي الحاجات الاصيله اللي لها فسير من حياتنا في العشرين سنة اللي فاتوا، زي الأرابيسك يا حسني. الأرابيسك الأصلي، شغل الخشب والصدف والنحاس المشغول، النمنمة اليدوي
اللي بتطلع من ايد صنايعي فنان تحف تحف ما تتكررش، مش شغل البلاستيك والاستنباط. وبعدين الارابيسك مش بس في الخشب والصدف والنحاس، لا ده في البني ادمين كمان. يعني قول لي فين هتلاقي دلوقتي واحده زي عدوله تبيع نفسها عشان اخواتها، تدفن شبابها وحلمها بالبيت والعريس والولاد، وتضيع فرصتها يوم بعد يوم وسنة ورا سنة علشان تربي شوية أطفال هما صحيح اخواتها بس مش شرط. واحدة غيرها في الزمن اللي احنا عايشينه ده، في الأيام اللي بتفر علينا دلوقتي، كانت قالت يلا نفسي تتجوز تتستر في حضن راجل واربع حيطان. والله ان قبل اخواتها معاها يبقى كتر الف خير، ما قبلهمش ترميهم على اي كار ولا تشغلهم حتى في البيوت، وحتى لو الشوارع دستهم محدش يقدر يلوم عليها. لكن صنف عدولة ده ما يعملش كده. صنف عدولة يعمل اللي عملته بالملي. حد يعمل كده يبقى ابنه متاخد منه بالطريقه دي، والمفروض انه زعلان ومتنكد ويروح يعمل ليله ويقيم فرح بفراشه وفرقه. والمين لاخت الست عدوله الخياطه اللي نجحت؟ كل المهلبيه يا سعاد. يبقى ده نصف دماغه ولا لا؟ معناها ايه؟ كلي. والمصاريف دي كلها منين؟ مش من الفلوس اللي رمضان اداها له عشان شغل الورشه؟ يعني فلوسنا وفلوس ولادنا تتبعزع على المنظره والفشخره الكدابه؟ بلاش انك ما كلت. الله يما، هو ايه اللي جرى؟ بالك سايباني هاتي ولا بتردي عليا زي ما يكون عاجبك اللي بيحصل؟ اه عاجبني يا بنت النعمان. فيه ايه يعني لما حسن اخوكي يجبر بخاطر واحده شقيانه وكافيه روحها على اخواتها زي عدوله الخياطه؟ الا هما مش بيقولوا الناس لبعضيها؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار. بعدين تعالي هنا يا بيت، ايه حكاية فلوسنا وفلوس ولادنا دي؟ انت فاكرة انك انت والمعدول جوزك اشتريتوا حسن عشان شاركتوه؟ لا يا بيت، ده حسن ابو كيفه، ما حدش يقدر يشتريه ولا يذله بالفلوس. مش كده ياما، انا ما اقصدش ده، انا قلبي عليه هو. قلبك فيه الخير يا حبيبتي. كل المهلبية وانت ساكتة ولا اتكلمي في حاجة تانية عليها الطلب؟ خليكي، انا هفتح وانا خارجه. مع السلامه. بوسيلي الولاد وبشتهي على دمك وبعتهم لي يوم الجمعه اشوفهم. ربنا يسهل. مساء الخير ست سعاد. يا الف اهلا وسهلا، وحشاني يا حبيبتي. ادخلي يا توحيده. والنبي نفسي اشوفك من زمان، بركه اللي اتصالحتي مع اخوكي ورجلك رجعت للبيت الكبير. تعيشي يا حبيبتي، معلش انا كنت ماشيه. لكن مع السلامه يا سعاد، وسلمي على جوزك. حاضر يا ام حسن، فوتكم بعافيه. الله يعافيك يا حبيبتي. ازيك يا توحيد؟ ان شاء الله تسلمي يا ست ام حسن. انا كنت راجعه من عند جماعه في الخياميه، قابلت فؤاد ابن الحاج يوسف، قال لي انك بعتي مديحه تدور عليا، قلت مانيش مروحه الا ما اعدي عليكي. اقعدي يا توحيد. تاكلي مهلبيه؟ يوم فرح سي حسني باذن الله. وفرح سي حسن؟ لا. سي حسن هو هو سي حسن افرض ملوش نفس، ولا يعني عشان جرب مره وبخته مال فاشر؟ سي حسن سيد الرجاله، ونهار ما يقول يا جواز ألف واحدة تتمناه بس هو يشاور بصباعه. وانتي؟ أنا؟ أنا إيه يا ست أم حسن؟ يعني مفيش تحت عينيكي كده واحدة بنت حلال تنفعله؟ هو ده الموضوع اللي أنتي عاوزاني عشانه؟ لا يا توحيد، مش هو ده الموضوع، بس يقرب له. أنا هجيبها لك على بلاطة بقى. أنا عارفة إنك ما بقيتيش توحيدة بتاع زمان، البت الغلبانة اللي وقعت في عرضنا وحميناها من كلاب السكك اللي كانت عايزة تنهش لحمها.
لحد حسن ما جوزك للمرحوم الحاج سعدال. انت دلوقتي حاجة تانية، بقيت تاجرة ومقرشة، عندك محل في خان الخليلي، وبيت كل اللي شافوه قالوا عليه قبها. وبعد الحج ما سابك وانت في عزك، ألف راجل يتمناكي تقدري تتجوزي اللي انت تشاوري عليه. عارفة يا ست أم حسن، بس انت ما جبتيهاش على بلاطة ولسه ماشية على الحصر والسجاجيد، تحب اشيلهم لك عشان يبقى منك للبلاطة على طول؟ حسن يا بنتي، في ليلة من كام يوم جالي وقال لي انا عايزة اتجوزك يا توحيدة، وابعتي هاتي المأذون وانا اكتب عليكي دلوقتي. ايه؟ حسن قال لك كده؟ وانا اللي قلت له لا، واخدته بالحيل علشان يهدى، وقلت له امشي يا حسن، امشي لغايه ما تهدى وتروق، ولو طلع عليك النهار والفكره لسه معششه في دماغك هات المأذون وتعالى. يعني لو عاوزه انتهز فرصه كنت اتجوزته، مش كده يا ست الكل؟ بحبه ما بنكرهاش، ومش عيب، ومحدش هيسعد حسن غيري ولا يعوضه عن ميلة بخته مع سميحة بنت اخوك اللي انا. لكن مش خطف ولا انص يا ام حسن، فوتك بعافية، اروح ابارك لفريال. توحيد، حسن ضرب عطوقة من تحت راسك وبقت قضية، واللي تحب راجل تفديه وتبعد عنه الأذى مش تسبب له فيه. وغلاوة ابنك يا أم حسن، اللي حصل حصل غصب عني وما قدرتش أحوشه، لكن ما تخافيش، لو في أي لحظة حسن احتاج لعناية هطلعهم له وارميهم له تحت رجليه. أوعدك إنه من هنا ورايح مش هكون السبب في أي ضرر لحسن ولا أي حاجة تمس شعرة من راسه. وسألوني أنا مين، قلت لهم أنا الأيام خانتني، وأنا الليالي سهرتني والدموع سائتني، والدموع سائتني. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا اللي كل جروح ومن الزمن مجروح، أنا اللي كل جروح ومن الزمن مجروح، أنا الزمن هديني ولا حد بيوديني، أنا الزمن هديني ولا حد بيوديني. ولما أقول الناس تقول، أنا لما أقول الناس تقول، أنا الزمن هديني ولا حد بيوديني، أنا الزمن هديني ولا حد بيوديني. ولما أقول الناس تقول، أنا لما أقول الناس تقول، أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ والله الواد رزقي ده صوته حلو، مش عارف ليه ما بيسيبش كار العجلات ده ويشتغل في الفن. أصل واخدها هواية بس يا أبو سمة. أيوة. ولا مؤاخذة، لو كل واحد ساب كار واشتغل في هوايته يبقى حضرتك تقفل القهوة وتشيل صندوق فيه ماستيكا ومشط وفلات ومترين أسلك. اشمعنى عشان بيحب الاوتوبيسات الزحمة. ماشي، وانت كان زمانك سبت وظيفتك واشتغلت مأذون؟ اشمعنى مأذون يعني؟ اصله غاوي يوفق راسين في الحلال. قصدك ايه يا ابو سن؟ ايه مالك؟ حسست على البطحة؟ اما انت راجل رمة وقليل الادب. صحيح. ده عين بترفع الكرسي، خش بيه ناس الكرسي ده.
الله، لما انتوا مش قد الهزار بتتنقلوا تهزروا ليه؟ بقول لك انت وهو، الليله دي ليله عدوله واخواتها وما فيهاش خناق، ويمين بالله اللي هيحاول يبوظها هرجعه بيته على مقاله. ابتدى اقعد اقعد، ما هو اللي ابتدى. بس انت الاخر. خلاص يا اخوي اقعد، جاك ونيله، خلونا نسمع شويه بقى ونتمنجا. سمعنا رزق حلو. ليلى 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 يا حسن يا ابن سنيه زي ما بتكبر بخاطر الولاية. بس يا اختي دول بيقولوا زي ما هياخد فريال لحسني هو كمان منظر على عبدوله. مين اللي قال الكلام ده يا ست امه مجدي؟ كلنا عارفين مين اللي منظر على عبدوله. قصدك مين يعني؟ عماره؟ بس يا وليه دي بينها مش مدياله ريق. مساء الخير عليك، مبروك يا عبدوله. ضحى، ما تروح يا حبيبتي تباركي لطنط فريال وتهيصي معاهم شويه. بس هسيبك لوحدك يا جدي. انا كمان نازل يا حبيبتي اتفرج على الحفله اللي في الشارع. صحيح، ده انت لابس. بس لا، ممنوع. وايه اللي ممنوع يا بنتي يا شقيه انت؟ اولا ممنوع تنزل الشارع لوحدك، ثانيا ميعاد نومك قرب. مش ملاحظه يا ضحى ان جدك من ساعه ما باع اللوحه وتحين معنوياته بقت في السما وصحته اتحسنت؟ ايوه ملاحظه وفرحانه، بس ما اقدرش اخالف تعليمات طنط انوار. وانا مش هروح بعيد يا حبيبتي، هم خطوتين اتنين جنب البيت ومش حصل، كلها ساعه على ميعاد رجوع طنطك انوار من شغلها وهطلع معاها. طيب على شرط، هنزل معاك اوصلك واطمن عليك قبل ما اروح عند طنط عدوله. وكل ما هكلمك هتقولي طيب على شرط. طب انا عندي حل وسط، تنزلي معايا وتبص عليا من بعيد لغايه ما تلاقيني قعدت وتروحي انت لعدوله. اصل يا حبيبتي مش عاوزك تقربي من اللمه والزحمه. الشارع يا بنتي ما عادش زي زمان. اعمل لك ايه شغلتني، اعمل لك ايه حيرتني، اعمل ايه شغلتني، اعمل لك ايه حيرتني. I'm
لك ايه ايه وايه اعمل ايه ايه وايه اعمل ايه ايه وايه واعمل ايه ايه وايه اعمل لك ايه. الله الله ده فاكر نفسه مغني بجد. احزق يا سيدي احزق. امال انتوا عايزين حسن ارابيسك يجيب لكم مين؟ علي الحجار ولا محمد منير؟ يبقى لو جاب فيروز. اطلع بقى بالتقيله يا نص جنزير. ادينا ظهرك يا مايسترو. تاخد لك شيلين كبير وتروح. على المؤاخذة يا كباتن، الناس عايزه تسمع. تيجي تسمعهم يا سيف. نعمل لهم نينجا. يلا الصاروخ يا هاني. ايه يا ابني انت اهو؟ وحد مسمعكم هتبوظوا الليله ولا ايه؟ سيبك من الكلام ده، سمعنا اي حاجه لمصطفى عمر ولا ايهاب توفيق. يا ابو سلم العيال دول منين؟ من الخنه؟ ايوه يا سيدي. غريبه قوي، انا كاني اول مره بشوفهم. اللي هناك ده مجدي ابن عثمان الساكت اللي كان شغال في السكه الحديد، واللي جنبه حسام ابن اخت فاروق عطله صاحبك، واللي جنبيه طارق ابن سرحان الفران. امال ايه العيال المفعيص اللي واقفين دول اللي مولعين سجاير وماسكين في ايديهم مطاوي؟ ده حماد اخو حسام، وسيف ابن الحاج خلف العلاف، والواد اللي هناك ده هو طارق ابن كمال سوسته الميكانيكي. صباح الفل والنجف على رجاله وشباب وجدعان خنده ودار. بيقول لك ايه، واحد بلدياتنا اشترى فوطه نشف بيها ريقه، واحد اشترى سكينة قطع بيها نفسه، والتالت اشتراها قطع بيها خلفه، ولا الرابع جاب سلم تطلع عليه روحه. قديمة قديمة وبلدياتنا ملقاها قديمة اتجوز غيرها. بايخة بايخة اتجوزت بايخ خلفوا تلات بايخين. اتلمى من الجيست نص كم. انا نص كم وانت كم، بس كم المصريين ولا كم الخليج ولا كم 44. اللي يدور عليك يلاقيك من كم تاني. يا حصلت الام انا هوريك. ماسك مطول مين يا ابو رياله؟ ماسك مطول مين يالا؟ بقولك ايه، بس انا مش هكلمك دلوقتي، ليه كلام بعدين مع خالك. طب ما لقيتش ضرب على اخويا. قوم يا فاروق روح ولاد اختك ولم الموضوع، حسن سخن والليله كده مش هتعدي. سيبه يقدمهم، اختي وجوز اختي غلط حمارهم. مش حكايه يقدمهم، ده معاش ايه لو هتبقى خناقه، وحسن لسه على ذمه قضيه. جريالا انت هو، انا حلفت يمين ما حد فيكم هيبوظ القعده، وفي ظرف دقيقه ان ما خدتوش المقاطيع اللي معاكم وغرتوا من هنا هلمكم ادخلكم الورشه واقطع نفسكم الضرب. سامع يا كلب انت هو؟ يلا 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 يا كل مصايب. وانت يا اسطى رزق، ما تشوف الفرقه السكه اللي معجبهم منين دول؟ ده تكنيله على منظرك انت هو. يلا اخويا كملوا الهباب اللي بتقولوه خلصونا. لو القاه بتريح كل قلب. مبروك يا ابلع عبدول، عقبال كده ما نرقص لهم ونهيص لهم في جوازاتهم باذن الله. الله يبارك فيك يا توحيد. مستعجله ليه يا بت؟ ما تخليك قاعدة لغاية ما نتعشى سوا. تنو عامر بحس. ألف مبروك تاني يا رولا، وعقبال حفلة العريس. متشكرة أوي يا توحيدة، فوتكم بعافية. الله يعافيك يا توحيدة، ونجملك دايما في الفرح إن شاء الله. خديني معاك يا توحيدة، أتعكز عليكي عند السلمتين المكسورين لحسن أتكسر أنا كمان. حاضر يا خالتي، اتفضلي. ودي تيجي يا خالة أم حسن؟ والله ما انت نازله غير لما نتعشى سوا. ما تحلفيش عليا انا ما بتعشاش من اصله. فريال تعال. نعم طن. ايه طنط دي؟ قولي لي يا نينا. نينا؟ ايه تقيله على لسانك؟ لا ابدا، بس مش متعوده. اتعودي من هنا ورايح يا عروسه ابني. على مهلك بالراحة. ما انا اقدر انزل لوحدي يا بنت، بس انا بقى كنت بتلكك عشان اقول لك كلمتين.
هو انت لسه مخلصتش كل اللي عندك يا ام حسن؟ بعد ما سبتني ومشيتي افتكرت اني ما قلتلكيش اهم حاجه، قعدت تنقري فيا ونسيتيني. افتكرتي دلوقتي؟ انت بنت جدعه يا توحيده. الله يكرم اصلك يا ست الكل. ويا ريت تقدري تقنعي حسن انه يجرب بخته مره تانية. بتقوليها من قلبك يا ام حسن؟ وانا يعني خايفه منك ولا بتحلسلك؟ يا دي الخيبه، مش قصدي، بس لو تبطلي طبعك الحامي ده. حسن ضايع يا توحيده، والله اعلم بقى مين اللي ضيعه، سميحه بنت خاله ولا الظروف اللي حدفوا الزمن فيها. اللي عرفوا ان قلبه انكسر من سنين، وهو كمان ساب نفسه للايام تقلب فيه من غير ما يسال ولا يفكر ولا يعافر. ومفيش حاجه هترجع حسن زي زمان الا واحده تكون له حضن يجبر اللي اتكسر فيه وتخليه يتعشى في الدنيا من تاني. ما طلعوش يا طارق، طلعوا وكبروا قدامكم بس انتوا ما شفتهمش. انا شفتهم، عديت الطويله جنب الشباك ابص على الشارع اتامل كل نمله بتدب فيه، وودان اللي طرطقتها السله بحواديت الخام واللي بيجرى للناس فيه. واحنا ملهيين في النوم بالنهار وعادات المزاج بالليل. وانا السنه بتاعت الجيش دي فوتت عليا اشوف اللي انت بتقول عليه ده يا استاذ وفاء. بس انا بقى كنت شايف وعارف اللي انت عارفه يا استاذ. مش مهم احنا يا عماره، المهم اهاليهم. كل شاب وصبي من دول وراه حدوته في بيتهم. تعرف يا ابو علي ان الشبان دول حسام وطارق ومجدي عواطليه. عواطليه زي عدم المؤاخذه، هما مش لسه تلامذة في الجامعة؟ يوه صح النوم يا أبو علي. ده حسام ده بكالوريوس تجارة بقاله 4 سنين، ومجدي ليسانس آداب، وطارق بكالوريوس هندسة بقاله 2.5 سنين. وكلهم مخلصين جيش من قبل، ما فهمش حد اتوظف أو لقى شغل. مش هما لوحدهم يا أستاذ، ده على الأقل في 5 6 في شارعنا الواحد. طب علي الاكل في التمام والناس مستنيانا. ماشي يا تربط، اسمعني انت وانا هحصلكم. ماشي يا ابو علي، بس ما تطولش. طيب انا مروح وانت يا عمارة عشان نفتح الورشة من بدري. ايوه والله معاك حق. تحب اوصلك يا استاذ وفائي؟ لا يا باشمهندس ما تعطلش انت نفسك، انا قاعد 5 مع ابو علي كده لغايه ما ترجع انوار من شغلها واروح معاها. تصبح على خير. وانت من اهله. السلام يا استاذ. مع السلامه. مفيش داعي يا استاذ تقول اللي انت عايز تقوله. يعني انت عارف اللي انا عاوز اقوله يا حسن؟ تقريبا. لان انا بقول لروحي اوعى تفتكر يا استاذ ان انا مبسوط من نفسي ولا ان انا راضي عن اللي بعمله، بس انا في ايدي ايه اعمله. المساله قدامي مقفوله زي الضمن الامريكاني ما تتقفل من الاربع نواحي، بس ربنا يسترها ان شاء الله. يلا يا استاذ اتفضل، انوار وصلت. انت هنا يا بابا؟ ايوه يا بنتي مستنيكي. مستنيني انا؟ اشمعنى؟ عاملني حجتك يعني. ماشي يا اخ وفاء، هو كان في فرح هنا؟ يعني دي ليله عاملينها علشان رولا اخت عدوله نجحت وخدت البكالوريوس. كويس قوي، لو ما كانش الوقت متاخر كنت طلعت باركت لها. ملحوقه بكره ان شاء الله. يلا يا بنتي تصبح على خير يا حسن. تمنى على خير يا استاذ. يلا يا سيدي تعالى. الا اخبار ايمن ايه يا حسن؟
حسن. ايوه حسن، في حل؟ رجعت امتى؟ بعد المشوار. مش معقول، وما نمتش لغايه دلوقتي؟ ده الفجر طلع. ما كانش جاي لي نوم. خش انت كمان نومك. مالك يا ابو علي؟ الله، ما ماليش يا حسن. مش معقول، اولا ما حصلتش شله المزاج بتاع كل ليله، ثانيا راجع البيت قاعد جنب الشباك مهموم وسرحان. في ايه يا اخوي؟ معلش يا حسني، انا ماليش مزاج اتكلم في حاجه. خش انت نام لك ساعتين قبل ما تنزل الواتش. راح على فين؟ هصلي الفجر في سيدنا الحسين. مين اللي جاي يا حسن؟ محدش جاي، ده حسن اللي كان خارج. حسن؟ وهو كان جاي عشان يخرج؟ انا صحيت اشرب لقيته قاعد جنب شباك المصربيه بهدوم، كان باين ان في حاجه مضايقاه. الا في حاجه مضايقاه؟ هي حكايه ابنه دي شويه يا ابني؟ انا كنت فاكر انه بعد ما احتفل الاحتفال الكبير ده بنتيجه فريال انه سلى نفسه واستسلم اللي حصل وخلاص. متهيألك ده تلاقيه ضنايا من جوه قلبه مولع نار. بقالكش رايح فين؟ قال لي انه رايح يصلي الفجر في الحسين. اتأخرت يا نعمان. ازيك يا مغربي؟ وحشني. انت فين يا راجل؟ بقالك مده ما بتطبش عليا في الورشه يعني. ورشتك ما بقتش عمار يا حسن. لا اله الا الله، ليه كده؟ وبدي تتمسك. خلي فلوسك في هلاهيلك وتعالى فطرني يا نعماني. بس كده؟ تحت امرك يا مغربي. تحب تاكل ايه بقى؟ نروح للحلواجي ولا نروح للملكي؟ ابنك مش مبسوط يا حسن. ابني؟ أيمن ابنك من سميحة بنت خالك. ايه ده؟ وانت شعرفك؟ سؤال الجاهل واعمى البصر. طب قفل، قفل على السيرة وخليك في القدامة كل. مالك يا مغربي؟ ابنك كان نايم يا حسن، قام من نومه مفزوع، قعد في السرير ويبكي. ابنك بعيد بعيد يا حسن، في بلاد غريبة، قلبه حن إليك بعد الجفا. الغلام، الغلام بيكلم نفسه بيعاقبها، سامحني يا بابا. قول له سامحتك يا ابني، قول يا حسن. سمعت، سمعتك خلاص، سامحتك يا ابني. ما تجيش ورايا يا حسن، ما تأذنيش يا ابني اكتر ما اذتني. يا بابا عشان خاطرك خليني انا اعمل الفطار ليا ولجدي، وخدي راحتك انت في النوم خصوصا لما تكوني سهران. يا حبيبتي احنا سهرانين مع بعض ونايمين في وقت واحد. لا، بعد ما دخلنا السرير قمتي وخدتي الراجل الصغير معاكي ودخلتي قعدتي بيه في الانتريك جواني.
ايه ده يا ضحى؟ انت بتتجسسي عليا؟ كنت قلقانة عليكي يا اختي. كمالو ده مين اللي بيخبط بالرئه دي وما بيرنش الجرس؟ استني انا هفتح. روحي صحى جدي وقولي له الفطار جاهز. يلا. يا صباح الفل يا نور. صباح الخير يا حسن. انا صحيتك من النوم ولا حاجه؟ لا ابدا، احنا صحيين وبنحضر الفطار. تعالى افطر معايا. لا لا سيبك من حكايه الفطار دي دلوقتي، انا اصلي عايزك في كلمتين مهمين. ابدا، كان مجرد سؤال عادي. انت عارف ان انا بقعد في شغلي الوقت متاخر وما ببقاش عارفه ايه اخر الاخبار، وفعلا كان سؤالي على اخبار ايمن بسلامه نيه. مش عارف، ما هو انت لو كنت بتسالي عادي عشان تعرفي الاخبار كنت وقفتي استنيتي لما جاوب، لكن ده انت رميت السؤال ومشيت على طول. حسيت ان الكلام في الموضوع ده ممكن يضايقك فندمت اني سالتك. مش داخل دماغي الكلام ده. اعمل لك ايه يعني يا حسن؟ احلف لك على مصحف؟ مش للدرجه دي، هو كل ما في الامر، بس انا حسيت كده مرنت صوتك وطريقتك في الكلام انك زي ما كنت بتتهميني انت كمان ان انا اهملت ابني وتسببت في ضياعه. ولو اني ما كنتش اقصد ده بسؤالي، لكن صح ده مش مجرد اتهام، دي حقيقه وما فيهاش شك. يا سلام. ومش كده وبس، ده انت كمان ما صدقت انهم خطفوه. يوه، دخلنا بقى في الهجايز. تقدر تقول لي عملت ايه لغايه دلوقتي لما اكتشفت ان جوز طليقتك خطف ابنك وسافر بيه؟ ايه؟ وانا كنت هعمل ايه يعني؟ انا ما كانش قدامي غير اني ارفع قضيه ضم، وان شاء الله لما المحكمه تحكم. موت يا حمار. قضيه ايه يا استاذ؟ المفروض انت تروح تجيب ابنك بنفسك. ايه؟ يعني انا اسافر؟ طب والله فكره.